ما هي الشروط الواجب توفرها للشهادة مع الشخص بأنه معسر؟ وما الحكم إذا كان مدعي الإعسار مبتلاً ببعض المنكرات؟ وإذا كان له دخل ثابت أو كان له عقار مؤجر أو كان موظف، هل يجوز أن يشهد له بأنه معسر؟ جزاكم الله خيراً. الشهادة تعتمد على العلم بالمشهود به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد في الشهادة أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، إما عن طريق رؤية أو عن طريق سماع أو استفاضة أو غير ذلك من طرق العلم. أما إذا لم يكن عنده جزم ومعرفة بما يشهد به فإنه لا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم، فإن هذه شهادة الزور محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها حتى قال الحاضرون من الصحابة: ليته سكت. إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم من تأثره بهذا البيان والتوضيح للناس. والمعسر هو الذي يكون ما عنده من المال أقل مما عليه من الديون، ما كان موجوده أقل مما عليه من الديون الحالة التي يطالب بها ويطالب بسدادها، هذا هو المعسر. وإثبات عسرته لابد من 3 شهود يشهدون بعسرته حتى يقول كما في الحديث: حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. هذا نصاب شهادة العسرة، وتكون شهادتهم عن علم وخبرة بحال المشهود له بالعسر. فالحاصل أن هذا الأمر لا يجوز التساهل فيه، بل لا بد أن تكون الشهادة على بر وعلى صدق في هذا وفي غيره. الشهادة لها شأن عظيم وترتب عليها أمر عظيم من إثبات ما يشهد به أو يشهد عليه، يترتب عليها أمور عظيمة من حقوق الله عز وجل وحقوق الناس وما يحكم به على المشهود عليه أو يحكم به للمشهود له. فلا بد أن تكون الشهادة عن علم وعن تثبت، وأن يكون المقصود بها بيان الحق، ليس المقصود بها الحمية أو العصبية لشخص، فإن الشهادة إنما تكون لله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فالحاصل أن الشهادة أمر عظيم، وإن كان تساهل في شأنها كثير من الناس، اعتبروها من الأمور التي يتساعد الناس بها فيما بينهم، ويشهد بعضهم لبعض من باب المساعدة أو العصبية والحمية له، ويكتمون الشهادة إذا كانت لغير من يتعصبون له وغير من يحامون عنه. الشهادة بالباطل وكتم الشهادة بالحق كلاهما أمر خطير. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم فإنه آثم القلب والله بما تعملون عليم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن المعسر كما تفضلتم شيخ صالح من كان ماله أقل مما عليه من الديون. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان له عقار، إذا كان له ممتلكات، إذا كان موظف مثلا وله دخل ثابت، هل يعتبر هذا معسر شيخ صالح؟ نعم، إذا كانت هذه الأشياء أقل مما يجب عليه من الديون وما هو مطالب به من الديون فإنه يعتبر معسرا بقدر ما يدفع هذه الحاجة عنه ويسدد ديونه. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يستثني العقار في مثل هذه الشهادة فلا يخطر بباله، ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ لا فرق بين العقار وغيره، إذا كان غلة العقار وما يحصل من العقار أو قيمة العقار أقل مما يجب عليه من الديون والحقوق، نعم، فإنه يعتبر معسرا. نعم.
يعتبر فقيرا تحل له الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يذكر صاحب هذا السؤال المنكرات فيقول: إذا كان مدعي الإعسار مرتكب لبعض المنكرات، إذا كان مرتكبا لبعض المنكرات وهو محتاج وفقير أو معسر وعليه ديون، فإنه لا بأس أن يساعد بالمال بقدر ما يدفع حاجته أو يسدد ديونه، مع المناصحة له لترك المعاصي. وأما إذا كان يعطى هذا المال يستعين به على الحرام وليشتري به ما هو محرم، فإنه لا يعان بذلك ولا يساعد. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب، فلا يعطى ما يستعين به على الباطل. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أسهم تلك المعاصي وتلك المنكرات في إعساره شيخ صالح، هل لكم من توديع حولكم الله؟ إن كان تاب من هذه المعاصي وهذه الذنوب ورجع إلى الله، فإنه يساعد ويعان. أما إذا كان سيستمر فيها ويستعين بما يدفع إليه يستعين به على مزاولة هذه المعاصي والاستمرار فيها، فإنه لا يساعد، كما ذكرنا في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.